فأنا ومحمد قررنا نرسم خريطة لرحلة حول الإمارات لنعرف الناس على تاريخ تراثنا وكيف كانت اتحاد دولتنا مساهمة في بناء روح الإمارات. ونباكم تستانسون ويانا في مغامرتنا المثيرة. وهذه إماراتنا. هاي ام القيوين، شوف يا اخي المنظر هني، المانغروفز روعه. اليوم ترى بني من الباراميد موتر، ها يبان لي هني. يو جو روعه، منظر روعه. عقب بنصير موتر فلكس، تعرفه ولا ما تعرفه؟ اوه نتعلم الرالي. الشاوي هناك تريانا بيعلمنا اليوم. ها درفت اليوم، درفت اليوم، ايه من درفت. ها هاي الطيارة تشوفها؟ اوه واقفة على ريولها بعدها. اكيد حاطينها شيء مثبتينها. اقول لك ارد يوتر خلنا نشوف الطيارة. شو رايك؟ فكرة حلوة دام انا عاد دربنا. اي ام القيوين خلنا نشوفها مرة. يا اخي من قريب شكلها وايد عوده، شكلها من عند الشارع شيء صغير، مو بنا صغيره يعني. هذه ما ادري من كم سنه هني واقفه. طياره مهجوره ما يقدر اشوف فيها يا اخي. ها الالمنيوم، الالمنيوم ما يصدي. تفكر لي انا فكر نفس التفكير. حمود ها يا اخي طر المكان اشوف. ني بالسيارة؟ خلني بالسيارة. خلني بالسيارة تعال. خلني بركب قبلك أنا. ثم أنت. ثم أنت. هو. واو. حمود تعال. ها. آه. تعال شوف. يعينك. واو. أشغل ليتات؟ ما شيء ليتات استهبل. هني كراسي. ما ينزل الأكسجين ماسك هني. عملاقة. قمل عملاقة الطيارة. هذه كلها بس حق الشحن. هذا الباب خلنا نشوف. سمعت الصوت؟ بعده يشتغل باب صدق؟ تحمل. شو؟ شو تسمع؟ خلنا على القارعة. شرد نص المرينة ترياني. السلام عليك. مرحبتين. محمد وياك. رايد وياك. يا مرحبا. والله بالريال متحمسين. متى ندور عليك نبغى. حياكم مرة يا طويل العمر. حياكم الله. بس نتكلمنا عنها. هاي طارق عمرك يسمونها الباراموتر والباراترايك. وتعتبر أأمن وسيلة طيران في العالم الباراموتر. والله. اي نعم. مثل ما اتفقنا. مثل ما اتفقنا. يلا. يلا. واحد اثنين ثلاث. يا أخي شو هذا؟ Thank you.
عليك. كيف الحال؟ شخبار؟ علي؟ كيف حالك؟ مرحبا. طيب. مرحبا عبد الله. يا مرحبا. حياكم الله. وليش مسوين هذا المكان؟ يعني ترى كل الشباب عندهم طاقة، اللي هو طعمك حق استعراض، اللي هو حق بدل ما يلعبون في الشوارع ويشكلون خطر على عمارهم وعلى غيرهم، هني طعمك عندنا النادي حق الدرج عندنا، حق الاستعراض عندنا، حق الاستعراض الحر عندنا، حق الرالي عندنا، يعني كل المجالات اللي هم الشباب يرتاحون فيها موجودة عندنا. ما شاء الله موفر لهم كل شيء. أنت مستعد؟ بدي الغلب اليوم. الوقت الساعة بتشوف. راح ننهي حلقتنا اليوم في حلبة الإمارات الموتر فليكس في يوم القيوين. مثل ما شفت يومنا كان مليء بالمغامرات والإثارة، وطبعا أنا محمد ما نعرف الأماكن اللي تحبونها وتزورونها عشان المرحلة المرة الجاية. مثل ما شفتوني طبعا غلبته في الرالي. لا تنسون تشاركونا بأماكنكم السرية والجميلة على موقعنا جيمسي أرابيا.